نروح مع حضراتكم لخبر اخر. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاء مع شركاء التنميه على هامش منتدى شباب العالم، وقال السيد الرئيس ان مصر من الدول اللي كان ليها السبق في الاشتراك مع المنظمات الدوليه المختلفه، بدءا من الامم المتحده وجامعه الدول العربيه، الاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات الدوليه، وقال ان مصر ليها ثوابت في التعامل بانفتاح شديد مع هذه المؤسسات والمنظمات الدوليه. ارحب بيكم، اهلا وسهلا. والحقيقة وجودكم معانا في مؤتمر شباب العالم ده صورة مشرفة جدا جدا لينا وللمؤتمر، وبتعكس حالة من التكامل بين مصر وما بين دول العالم كلها. وخلينا أكلمكم على أن احنا في مصر كنا من الدول، مش هقول القليلة، ولكن من الدول اللي كانت لها سبق في الاشتراك في المنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية يمكن، وأيضا الاتحاد الإفريقي وباقي المنظمات زي ما زملائي يتكلموا في أثناء حوارهم. خليني أقول لكم على حاجة بالنسبة للمنظمات. إحنا في مصر لنا ثوابت في أن إحنا نعزز ونؤكد على التعاون بين مصر وما بين هذه المؤسسات وهذه المنظمات. وخلينا أقول لكم أن إحنا ما تعاملناش أبدا غير انفتاح شديد. احنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نستفيد من الخبرات الكبيرة جدا الفنية اللي موجودة لدى المنظمات المختلفة.